تفهمت العجوزة والكنة قالوا يدخل بلس الجنة فينا من هيت الحكاية حلق راهونايا أرواح تشوف في الصباح اندية ومع العشية شنوية واش راهي دايرة حالة قبل الفطر في الدالة أرواح تشوف لا 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 التزانة عطتها لي خيرة قالت لي ديري زوج مغارف تصغاري بعشرين سنة بصح أنايا باش نزرب الصغار درت ربع مغارف داك الزين. ماما زمنها جايه وجايه بعد شويه وجايبه لعب وحاجات ايما شوفي اسكو نديرو هديه جات بزاف شابه شت سكتي طفي الضو داكوغ ما عليه حبيت ترقدي لا لا مش انايا مينوشا راح ترقد مينوشا مينوشا خلاص دفعت كوارطا داك السيد نصورها نوريها لهم سوسو ياه خلاص يمه دفعت كوارطا يما يما تيزانا سافا تيزانا وراك تيزانا جبتها لي خيره تيزانا خيره ما كاني خيراني تيزانا كنت تنومي برك اوف كنت نوم يا بنتي استغفر الله استغفر الله رقدت لا 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 يما على بالك جبت واحد الماسك شوفي شوفي كيفاش رجع لي لابو تاعي ولي تولي 20 سنه اون اغيغ لا لا بنتي كتر خيرك الديب تتكلخ له خطره ماشي زوج هاكي هاكي ديري لنا ليميسيون هاكي ما عدا الفارينة اللي راح نخلوها في الاخر باش الطريقة تكون سهلة وكامل تنجحوا فيها هذه هي دوكا راح نضيفوا هذيك الملعقة تاع الزيت قلت لكم الملعقة تاع الزيت هذه ضروري باش نتحصلوا على لاباط اللي راح تكون خفيفة وظريفة
هنا راح نزيد نضيف الحبه تاع البيض. قلت لكم البيض نديرو حبه تكون كامله، وفي الاخير راح نضيفوا الملعقه تاع لافانيل، القريصه تاع الملح والخميره. هذه هي المكونات. دوكا هنا ما علينا غير نجيبوا الباتور تاعنا ونضربوا كامل المكونات حتى نتحصلوا على لاباط تاعنا. كما راكم تشوفوا هنا بعد ما خلطنا كامل المكونات تاعنا، هاوليك القوام اللي راح نتحصلوا عليه. دوكا ما يبقى لنا غير نديبراسيو الماعن تاعنا ونجو نحطوا لافارين كيف كيف. هنا لاباط تاعنا راهي واجده، قلت لكم راح نضيفوا لها 250 غرام تاع الفارينه. الفارينه تاعنا لازم تكون مغربله باش ننجحوا في لاباط تاعنا. هذه هي نحطوا كامل المقادير. قلت لكم بالنسبه لهذه المقادير راهي مضبوطه وراح تخرج لنا 15 حبه. دوكا ما علينا غير نطموا لاباط تاعنا. بالنسبه لاباط تاعنا ما تعجنوهاش، روحوا غير بالعقل وطموها حبه حبه. كما راكم تشوفوا هاي ليك لاباط تاعنا راح تنطم لكم فاصيل، ما روحوا معها غير بالعقل وراح تشكلوا لاباط تاعكم. ومره على مره هكذا فريزيوها هكذا باش المكونات تاع الزبده يندمجوا كامل مع هذيك الفارينه ونتحصوا على لاباط اللي راح تكون هشيشه ما شاء الله. كما راكم تشوفوا هنا نبقاو نطمو في لاباط تاعنا غير بالعقل. شوفوا القوام تاع لاباط تاعنا راح يكون طري. ودوك نوري لكم الطريقه كيفاش تفتحوها باش لاباط تاعنا عندما نفتحوها ما راناش رايحين نزيدوا لها الفارينه وما راهيش راح تلصق لنا في لو بلون طرافاي تاعنا. دوكا نكمل كامل لاباط تاعي نطمها هكذا، راح نغلفوها بورق الفيلم نخلوها ترتاح حوالي نص ساعه حتى ل 45 دقيقه ونعاودوا نولوا لكم. وهنا بعد ما خلينا لاباط تاعنا ترتاح اوموا 45 دقيقه باش العجينه تاعنا راح تتماسك والقوام راح يجي هايل. هذه هي دوكا نفتحوا لاباط تاعنا من البابي فيلم. الحاجه الضروريه في هاد لاباط انه واش نستعملوا ورق الزبده. هذا ورق ضروري راح يساعدكم عندما تفتحوا لاباط وتجيكم سهله مهله. هذه هي نحطوا لاباط تاعنا، نحطوا ورق الزبده، نزيد نجيب ورق الزبده نحطوه من الفوق ونفتحوا لاباط تاعنا. هذه الطريقه راح تنجح لكم 100% والنتيجه راح تكون مضمونه. دوكا ما علينا غير نجيبوا الحلال ونتكلوا على ربي نبداو نفتحوا في لاباط تاعنا. كما راكم تشوفوا هنا بعد ما فتحنا لاباط تاعنا دوكا حنا استعملنا الحلال. الحلال كاين بعض الحلال اللي راح يكون مضرج، نتوما واش راح ديروا تابويو هنا بيديكم وتسقموا كامل لاباط تاعكم باش تولي مسطحه على حبه. بالنسبه لاباط لازم تفتحوها رقيقه باش لاباط تاعنا ما تجيش خشينه. هذه هي دوكا شوفوا هنا بعد ما نبسطوا كامل ورق الزبده تاعنا نجو نفتحوا عليها، هاي ليك النتيجه اللي راح نتحصلوا عليها. لاباط تاعنا راح تكون هايله بالبزاف وما راحش تعذبكم كامل. اول حاجه نجيبوا بورتو بياس تاعنا اللي راح يكون 90 ونقطعوا به. هذه هي الطريقه.
وهنا راح نحتاجوا لي مول تاعنا اللي راح نخدموا بهم. دوكا واش راح ندير؟ نرفد الحبات تاعي. هاد لاباط قلت لكم راح تكون هشيشه، روحوا معها غير بالعقل. نجيبوا المول تاعنا هنا كيما راكم تشوفوا، لاباط تاعنا وحدها راح تحكم لافورم تاعها. هذه هي دوكا ما علينا غير نابويو هنا على الاطراف كيما راكم تشوفوا، ونكملوا نخدموا كامل العجينه تاعنا. هذه هي هنا بعد ما تطلع العجينه تاعنا كامل من الفوق، ما علينا غير نجيبوا الموس تاعنا ونطايو كامل لاباط. هذه هي الطريقه، بعد ما نكمل لاباط تاعي بهذه الطريقه ما علينا غير نجيبوا الفرشيطه ونتقبوا لاباط تاعنا كيما راكم تشوفوا باش كيطيب. وهنا رانا عاودنا ولينا لكم بعد ما طابوا لي طارتولات تاعنا كيما راكم تشوفوا، راح يجوا حميمرين ويطيبوا ما شاء الله. انتم ما عليكم غير تعسوهم في الطياب باش تاخذوا اللون هذا اللي رانا نحوسوا عليه. هنا بعد ما يطيبوا اوبليجي تخلوهم يرتاحوا حتى يبردوا ونفرسيوهم بالبنان كيما راكم تشوفوا. هنا كل حبه نديروا لها زوج شرائح البنان. هنا خليت لكم اربعه حبيبات اللي راح نقطعوهم قدامكم ونوريو لكم كيفاش ديروا البنان. هذه هي دوكا نجيبوا الموس تاعنا ونبداو نقطعوا في البنان. البنان لازم يتقطع رقيق ما يكونش خشين باش عندما نحطوا الشوكولا تاعنا راح تغطي لنا كامل هذيك البانه. نجيب الموس تاعي ونبداو بالتقطيع. بسم الله كيما راكم تشوفوا، هاو التقطيع تاعنا تاع البانه قلنا لازم يكون رقيق. نديروا زوج حبات، نكمل كامل الحبيبات تاعي ونجوزو نحضروا لاكانش تاعنا. تاعنا اللي كملناهم يعني حبه تاع البنان راح تكفي وتوفي، ويبقى لكم شويه. دوكا نجوزو لاكاناش تاعنا، قلنا راح نستعملوا 250 غرام تاع الشوكولا، 250 غرام تاع الكريم فريش مع ملعقه تاع الزبده. الشوكولا قلت لكم باللي قسمت على زوج، 125 غرام راح تكون الشوكولاته سوداء و 125 غرام راح تكون الشوكولاته بالحليب لا مارك الشوكولاتي. هذه هي دوكا راح نجيبوا الشوكولا تاعنا نحطوها في باماري. علاش؟ حنا باش نعاولوا الشوكولا تاعنا هذيك باش تذوب وما تبقالناش حبيبات. هذه هي راح نعمر كسرونه تاعنا تاع الماء، نحطوها على نار تكون متوسطه ونخلو الشوكولاته تاعنا طيب غير بعقلها. هذه هي دوكا نخلوها حتى تذوب شويه، بعدها راح نجيبو كسرونه واحده اخرى. الكسرونه هذه واش راح نديرو فيها؟ راح نديرو فيها لا كريم فريش تاعنا كيما راكو تشوفوا. بالنسبه لا كريم فريش تاعنا نسخنوها ومن بعدها راح نخلطوهم، وفي الاخير نضيفو لهم هذيك الملعقه تاع الزبده. هذه هي نحط لا كريم فريش تاعي ونشعلوا عليها النار، النار تكون غير متوسطه قسمة ذوب هذيك الشوكولا ونميلونجيوهم كيف كيف، وفي الاخير نضيفوا هذيك الملعقه تاع الزبده
كما راكم تشوفوا هنا بعد ما ذابت لا شوكولاته تاعنا كامل، هذه الطريقه راح تكون مهمه وتساعدكم في الكاناش. انا نحب ندوبها في الباماري ما نخليهاش هكذا. بالنسبه لاكريم فريش تاعنا لازم تكون سخونه كما راكم تشوفوا، وهنا نجو نميلونجيوهم كامل، نحطوا كامل الكميه تاع لاكريم فريش في الكاناش هذا. الكميه تاع الشوكولاته راح دائما تساوي الكميه تاع لاكريم فريش. قلت لكم في الاخير راح نزيدوا نضيفوا لهم هذيك الملعقه تاع الزبده اللي راح تعطينا اللمعان لهذيك الشوكولاته. هنا واش راح نديروا؟ نخلطوا كامل المكونات والكاناش تاعنا راح يكون واجد. هنا دريحوا تخلطوا هكذا غير بعقلكم باش نتحصلوا على كاناج اللي راح يكون خفيف وظريف. هذه هي، وفي الاخير بعد ما نتحصلوا على هذيك الشوكولا راح نجو نعمروهم كامل، وقلت لكم راح نزينوهم بالجوز تاعنا. هذه هي، كما راكم تشوفوا هنا لاكاناش تاعنا راه واجد، وكان خلوه غير يرتاح شويه ونجو نعمرو لي طارتولات تاعنا. راح نذكركم بمقادير تاع لاباط، قلت لكم نحتاجو 250 غرام تاع لافارين، 125 غرام تاع الزبده، 50 غرام تاع السكر وكلاص، 50 غرام تاع النشا، عندنا حبه بيض اللي نطمو بها لاباط تاعنا، خميره تاع الحلوى راح نحتاجو ملعقه صغيره اللي راح تكون 2 غرامات، ملعقه تاع لافاني وقريصه تاع الملح، وبلا ما ننسوا الملعقه تاع الزيت هذيك ضروري في لاباط باش نتحصلوا على هذيك الهشاشه اللي تجينا في العجينه. والحاجه المهمه انه لاباط عندما نفتحوها ما نديرولهاش لافارين، نستعينوا بورق الزبده ولاباط تاعنا تكون واجده. شتو الطريقه سهله مهله؟ راح نحتاجوا ليمون ولي بورتو بياس اللي نقطعوا بهم. دوكا هنا لاكاناش تاعنا راهو واجد، دوك ديريكتومون نجو نعمروا لي طارتولات تاعنا كما راكم تشوفوا. هذه هي الطريقه تاعنا نعمرو كامل لي طارتولات تاعنا بالشوكولا حتى يتغطى كامل هذاك البنان. بعدها راح نخلوهم يرتاحوا حوالي نص ساعه، الشوكولاته تاعنا هذيك راح تشد روحها. نزيدو نزينوهم كامل بحبيبات تاع الجوز، ولي طارت تاعنا راح يكونوا واجدين. ما عليكم غير تخلوهم يبردوا مليح ونجو نشوفوهم في النتيجه النهائيه. وكما راكم تشوفوا هنا وصلنا للنتيجه النهائيه، لي طارتولات وشوكولا تاعنا راهم واجدين خفاف وظرف. الكميه هذه قلت لكم راح تكفيكم قيس 15 حبه، المقادير راح تكون مضبوطه. انا واش ننصحكم انكم ديروا مزيد شوكولاتي ما بين الشوكولاته السوداء والشوكولاته بالحليب مع هذيك الملعقه تاع الزبده اللي راح تعطي لكم لون هايل وتجي تبري وراح تحافظ على هذا الشكل. وفي الاخير قلت لكم راح نرشقوها بحبيبات تاع الجوز، وانتم راح تخيروا المكسرات اللي يكونوا متوفرين عندكم في الدار. انا هنا خليت لكم ربع حبيبات، راح نزيدو نرشقو لهم اللوز قدامكم كيما راكم تشوفوا. وهنا عندما تكملوهم كامل ما عليكم غير تخلوهم يرتاحوا اقل شي 2 سوايع حتى 3 سوايع، يشدوا لا فورم تاعهم. بعدها كي تقسموهم بالموس راح يجوكم متحوفين وشويبين. هذه هي، دوكا نكمل كامل الحبيبات تاع الجوز، ولي طارتولات تاعنا راهم واجدين بالشوكولا والبنان. هذه هي الوصفه تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم وتكون خفيفه ظريفه عليكم. هنا ما بقى لي نقول لكم صحه فطوركم، ونتلاقاو في وصفات اخرى. الى اللقاء، السلام. هيا يعطيك الصحه ويكتب صحه فطوركم. صافا دوكا شويه؟ لا الحمد لله صافا. إذا تفهمت العجوزة والقنة، قالوا يدخل بالسر جنة، بينا من هيت الحكاية، حلق راهو هنايا أرواح تشوف، فيفي بالصباح هندية، ومع العشية شنوية، واش راهي دايرة حالة، يا ولد الطرف.